اهلا بحضراتكم مره تانية، وده ميعاد جولتنا المعتاده عشان نتعرف مع حضراتكم على اخبار الطقس ودرجات الحراره المتوقعه في محافظات الجمهوريه النهارده. خلينا نقول لكم انه بتتوقع هيئه الارصاد الجويه انه يشهد اليوم الخميس انخفاض بدرجات الحراره، وهيسود طقس مائل للحراره ورطب على القاهره والوجه البحري، والرياح معتدله. كمان هتشهد السواحل الشماليه طقس معتدل والرياح ايضا معتدله، وهيكون الطقس حار على جنوب سيناء، وهتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري ل 80%. كمان بيتوقع خبراء الأرصاد أنه يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد أيضا طقس شديد الحرارة، والرياح هتكون معتدلة قد تنشط أحيانا، وهناك توقعات أيضا بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية. أما في الليل بتتوقع أيضا هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، هيكون أيضا الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد هيكون الطقس أيضا لطيف، وجنوب الصعيد هيكون الطقس معتدل. نروح مع حضراتكم بقى نشوف درجات الحرارة في محافظات الجمهورية. هنبدأ معاكم من القاهرة العظمى 34 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 31-21، مطروح 30-22، بورسعيد 31-26، دمياط 31-24، الإسماعيلية 35-22، السويس 35-24، العريش 32-23. طابة العظمى 36 والصغرى 26، كاترين 33-19، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 39-29، الفيوم 37-24، بني سويف 38-24، المنيا العظمى 38 والصغرى 23، وأسيوط أيضا العظمى 39 والصغرى 24. سوهاج 39-25، قنا 40-26، الأقصر العظمى 41 والصغرى 27، أسوان 41-26، الوادي الجديد 39-24، وحلايب أخيرا العظمى فيها 36 والصغرى فيها 28.